مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع في مدرسة الأندلس، أهلا ومرحبا بكم في عرض لمشروع النماذج الكيميائية في الوحدة السادسة باسم العناصر والمركبات والمخاليط. في هذا العرض نعرض كيف تقوم بمشروع النماذج الكيميائية. أهداف هذا المشروع أن يذكر الطالب أهمية النماذج في دراسة العناصر والمركبات والمخاليط. الهدف الثاني أن يصمم نماذج لعناصر ومركبات ومخاليط مختلفة. المواد من حولنا، المواد من حولنا تتكون إما عناصر أو مركبات أو مخاليط. العناصر تتألف من نوع واحد من الذرات، كما نرى جميع الذرات الموجودة من نوع واحد، لذلك هذه المادة نسميها عنصر. أما المركب فتتألف من نوعين أو أكثر من العناصر، ولكن بشرط أن تكون متحدة كيميائيا. أما إذا كانت الذرات المختلفة بجوار بعضها البعض بدون اتحاد كيميائي، بدون ترابط، بدون تشابك، فهذه المادة لا نقول عنها مركبات، وإنما نقول عنها مخلوط. المادة الثالثة أو النوع الثالث من المواد وهو المخاليط تتألف من نوعين أو أكثر من العناصر أو المركبات، ولكن بشرط أن تكون غير متحدة كيميائيا. كما نرى هذه مادة مركبة باللون الأخضر والأحمر مع بعضهم، وهذا مركب مختلف لون أحمر مع لون أزرق. هل المركب هذا والمركب هذا يتحدان مع بعض؟ لا، بجوار بعض ولكن بدون أن يتحدا كيميائيا. أيضا هذا المركب وهنا عنصر آخر، هل العنصر اتحد مع المركب؟ لا، هم بجوار بعض ولكن بدون أن يتحد العنصر مع المركب، أو يتحد المركب مع مركب آخر مختلف له. لذلك نقول عن هذه المادة أنها عبارة عن مخلوط. كيف تصمم نموذج لعنصر أو مركب أو مخلوط؟ أولا العنصر كما قلنا مادة تتكون من نوع واحد من الذرات، يمكن تمثيلها بهذا الشكل. هذا عنصر، كل ذرة لا ترتبط مع ذرة أخرى، كل ذرة مفردة بهذا الشكل، جميع الذرات من نفس النوع. يمكن أيضا تمثيل العنصر كل ذرتين مرتبطتين مع بعض، كما نرى هذه ذرة وهذه ذرة، ولكن الذرات من نفس النوع. يبقى العنصر من الممكن أن تكون الذرات مفردة، أو يكون كل ذرتين مرتبطتين مع بعض كما يظهر في الشكل. من الممكن أمامك أن تمثل نموذج للعنصر باستخدام القطع الملونة، أو باستخدام قطع الصلصال وبينهما أعواد خشبية، ولكن بشرط يجب أن تكون هذه الذرة وهذه الذرة نفس اللون ونفس الحجم حتى نقول عنها أنها عنصر. يبقى من الممكن أن نمثل نموذج العنصر بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل. كيف نمثله في المنزل؟ كيف نصنع نموذج في المنزل باستخدام قطع الفلين، كرات الفلين، أو باستخدام كرات من الصلصال، من الطين الصلصال، ونربط بينهم بأعواد خشبية، ولكن يجب أن تكون جميع الذرات لها نفس الحجم ولها نفس اللون. من الممكن أن يكون اللون هنا لون أسود، لابد أن يكون هذا أسود، أو لون بنفسجي مع لون بنفسجي، أو لون أحمر مع لون أحمر. المهم أن يكون الذرات كلها لها نفس اللون. هذه أربع صور لأربع نماذج للعناصر، ومن الممكن أن تبتكر أنت نموذج آخر باستخدام كرات بلاستيكية أو كرات خشبية أو كرات صلصال، وتستخدم أي لون، ولكن بشرط أن تكون جميع الكرات لها نفس اللون ولها نفس الحجم. نأتي بعد ذلك للمركب. المركب مادة تنتج من اتحاد عنصرين أو أكثر، كما نرى هذا نموذج لمركب ذرة زرقاء مع ذرة حمراء، هذا مركب. هذا نموذج آخر لمركب، هذه ذرة صفراء وذرتين من اللون الأحمر، وهكذا. يبقى هذا مركب وهذا مركب مختلف. كما شرحنا في العنصر
من الممكن أن تمثل النموذج باستخدام المكعبات الملونة أو باستخدام الكرات. هنا كرة حمراء معها كرتين من اللون الأبيض وهكذا. هذا مركب مختلف وهذا مركب أيضا مختلف. كما قلنا من الممكن أن تستخدم كرات خشبية أو بلاستيكية أو من الطين الصلصال وتربط بين الكرات بأعواد خشبية أو أعواد بلاستيكية كما يتراءى لك. لك مطلق الحرية أن تختار الألوان، ولكن يجب في هذا الجزيء مثلا أن تكون هذه الذرة بلون معين والذرتين الأخريتين يجب أن يكون بلون آخر، وهكذا في جميع الجزيئات. يعني إذا لونت هذه باللون الأحمر يجب أن تكون جميع الذرات في المنتصف تكون كلها باللون الأحمر. إذا لونت الذرتين اللي على الأطراف بلون أبيض أو لون أزرق على سبيل المثال باللون الأزرق، لابد أن تكون في جميع الجزيئات بنفس اللون. أيضا من الممكن أن تسوي نموذج أبسط وأسهل بكرة زرقاء مع كرة حمراء. من الممكن أن تختار مثلا أبيض مع أسود، ما مشكلة، ولكن إذا اخترت أبيض مع أسود لابد أن تكون جميع الجزيئات أبيض مع أسود. اخترت أزرق مع أحمر يجب أن تكون جميع الجزيئات أزرق مع أحمر. تصمم نموذج واحد من هذه الأربعة، هذه أربع أمثلة أمامك، اختار منهم نموذج واحد، وكما قلنا من الممكن أن تغير من الألوان وتختار الألوان المتاحة أو المناسبة لك. ثالثا المخلوط. المخلوط يتكون من مادتين أو أكثر، وتحتفظ كل مادة بخصائصها. كما قلنا المخلوط أنواع. أولا مخلوط عناصر، نرى هذا عنصر، هذا عنصر، هذا عنصر مختلف، هذا عنصر مختلف، هذا عنصر مختلف، العناصر بجوار بعضها البعض ولكن بدون أن يتحد كيميائيا. هنا مثال آخر، نموذج آخر على مخلوط عنصر مع عنصر، هذا عنصر وهذا عنصر مختلف، العناصر بجوار بعضها بدون أن تتفاعل كيميائيا. هذا مخلوط مركبات على سبيل المثال، هذا مركب أصفر ذرة صفراء مع ذرتين من اللون الأحمر، هذا مركب مختلف ذرة زرقاء مع ذرتين من لون أصفر، فهذا مركب وهذا مركب مختلف، لذلك نقول عنه مخلوط مركبات. أو النموذج الموجود في الأسفل، هذا نموذج أزرق مع أحمر وهذا نموذج أحمر مع أبيض، هنا نجد أن هذا مركب وهذا مركب مختلف مخلوطان مع بعضهما بدون أن يتحدا كيميائيا. أهم شيء أن المواد اللي بتختلط مع بعضها في المخلوط لا تتحد كيميائيا، وكل منهم يحتفظ بخواصه. كذلك مخلوط عناصر مع مركبات، كما نرى هذا مركب أحمر مع أزرق وهذا عنصر أصفر، فهذا نسميه مخلوط مركب مع عنصر. أو كما تعلمنا هذا مركب الأزرق مع الأحمر، هذا مركب، أما أسود مع أسود فهذا عنصر، فهنا مخلوط عناصر مع مركبات. تختار نموذج واحد لكل نوع من المخاليط. إذن في هذا النموذج تقوم بتصميم نموذج للعنصر، نموذج للمركب، ونموذج لمخلوط العناصر، نموذج لمخلوط مركبات، نموذج لمخلوط عناصر مع مركبات. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وضحنا كيفية تصميم نموذج للعناصر والمركبات والمخاليط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.